مساء الخير، مساء الخير أنس الحنايا. واليوم رانا في هذه المناسبة تاع الجيبيلي اللي ندار وأقيم في ملعب الرياضي لبلدية الحنايا، واليوم رانا مع الأخ المكي زعيبلي. واليوم راها اليوم السبت 15 جويلي 2017، واليوم رانا نشوفوا هذه المقابلة والتكريم هذا اللي خاص به. واش قلنا وانت بهذا الجيبيلي اللي راهو قايمين، كيفاش تقيم لنا الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا نشكر الناس اللي من فضل من بينيبول بينيبول تاع حنايا تاع المستخي حي خميستي، هما من فضل تاعهم هما اللي قاموا بهذا الانجاز، ونشكرهم ما ننساهمش ما نساش خيرهم. ونشكر ثاني الناس كاع اللي جاوا من بعيد ومن قريب، نشكرهم ثاني بزاف اللي شاركوا معايا. والشكر انت، الشكر انت. كيفاش تشوف الرياضه، ولا تشوف كيفاش كنت انت شاب وتلعب هنا في بلديه الحنايا، فريق بلديه الحنايا، واليوم راك كبير وراك تشوف هذا الشباب، واش تقولنا في هذا المقام؟ بكري كانوا الناس كانت تلعب وما كانش عندها، ما كانش ماديين، كانت الناس تشارك وكان عندهم حب لهذه البلديه، وللاسف الناس ما راش تشرف كما ينبغي الرياضه الجزائريه تاع البلديه. ولكن راهم كاين شبان اللي راهم طالعين درك، وراهم حق كاين لا جراند ستار، كاين الناس اللي راهم من فضل لي زانتر كارتي. كوم شي لي زانتر كارتي ما كانش هذا الحي هو اللي يلعب الدور الكبير في هذا المجتمع. اليوم نشوفوا التكريم تاعك، هل ترى واش تقولنا، واش راك حاس بهذا اليوم هذا؟ انا حاس كلي اليوم زدت، انا حاس بهذا الناس بهذا التكريم وهذا اليوم العظيم اللي شرفوني فيه اليوم 15 جويلية 2017. انا فرحان مسرور جدا، ونشكر الناس كاع اللي بكري اللي لعبوا، ونرحموا على اللي كانوا لعبوا هنايا وماتوا الله يرحمهم. شكون اللي راهم حاضرين بين اللاعبين القدامى اللي راهم حاضرين معاك واللي حضروا معاك في هذا اللقاء هذا؟ كانوا كويدر جلالي، كان يدو، رانا نشوفو يدو، رانا نشوفو تاع ليزمو هذاك، ولا نمسيو سي بسي بسي عبد القادر. وكانوا معايا انا مات وحدين، كانوا معايا في السيرفيس ناسيونال الله يرحمهم، وحزب مختار كان معايا في راهم حاضرين اليوم وراهم يلعبوا المقابله. انا نشوف المقابله اليوم، اليوم الحال مليح. ونرجعوا للمناصر سي عبد الله. عبد الله، واش تقول لنا في هذا اللقاء هذا تاع اليوم مع المكي؟ السلام عليكم. احنا فرحانين بالمكي جيبيلي تاعه، وانا ساوس الطوريين كما جيبيلي ما خليش البالون تهود، خصنا الجيد اللي راه طالع خصه يتعلم يرفع خصه يطلع. نتمناو هاد لي بريزيدون وهادو المصاريف يتهلاو في الصغار ليكول، ما يبقاش البيجي تاعهم يعطيهم سيلي في العام يتقطع كريم يبانو، خصهم يقابلوا الرياضه. الرياضه ما ولاش كوميرس يبيع الدليع ولا البطيخ، الرياضه خصهم يخافوا، هذه امانه تاع الشهاده يقابلوا جواره. هذوك الصغار ليكول يقابلوا، مش يشروا الجوار ب 8 مليون يربحوا معاه ويطقه في الحنايا يلعب، يلعب ولاد الحنايا ويديروا مدرسه. سي عبد الله، شفناك كمناصر من بكري وعاود اليوم، كيفاش كوان راه الفرق ما بين كيفاش كنت تناصر الفريق الحنايا واليوم في الجيب؟ انا ربي طاني افيسي والحمد لله مازال نشارك ونتبع الحنايا، بصح نبغي انا افيسي كنت مناصر، بصح الناس ماش تحوس الاخيره، يحوسوا الدنيا يفيدنا الصواده، ما يتهلاوش جوانا، والبيجي ما يشاولهمش، الصطاد تاع الحنايا راه مهمش، الشوك ياكل فيه، وين راهم ماشيين؟ خصهم يتهلاو، والبريزيدون طلع ديبيتي، بصح يدير ويتكلف واحد اللي يقابل، يتكلف ديريجون اللي يقابل البالون. سي المكي، في الاخر واش تقولنا على هذا المقابله وهذا التكريم تاع اليوم؟ ولكن هذا التكريم عظيم ليا، بالنسبه لي عظيم، ونشكر كاع اللي جاوا اللي حضروا، والمسامح كريم الناس كاع اللي ما جاوش. واش هي الرساله اللي تقدمها للمسؤولين ولا للشباب ولا؟ المسؤولين نتمنى هاد المسؤولين يهتموا بالرياضه الشبيبه، ومشي غير الرياضه نتاع كره القدم، كاع على كل الاصناف،
الرياضيه الجامعيه، الرياضيه الفرديه، الاخر كره اليد، العاب القوه كيسموهم المهم، الباسكت، الفولي، هادو كاع الاخرين يهتموا به، ونركز على يهتموا بهاد الاخر، ماذا بهم يعدوا هاد الملعب مليح، هاد الملعب يزيدوا يلعبوه ينقيوه ويديروا كل شيء يرموه. ورساله للسي فقيه عكاشه، نتمناو المسير تاعه يكون مليح في هذه السنه، نتمنى له يهتم بهذه الرياضه هنا، ونشكره بزاف خاطر انسان كان انسان عاقل، انسان راجل مليح، وخدمت مع باه انايا كان يبغيني، وعكاشه ولدي، نتمنى ثاني المشروع تاعه يكون سعيد، يكون المشروع تاعه سعيد ان شاء الله. بالمناسبه كانوا نصبوا الفريق الجديد لحي خميستي، واش قلنا في هذه المناسبه هذه؟ والله انايا نصبوا، ولكن ما للاسف ما حضرتش باش نقول لك زعما الحقيقه كيفاش فات الاخر، ولكن المهم راه كاين فريقين درك لبلديه الحنايا، الفريق الجديد هذا اللي داروه في حي خميستي حاجه مليحه، واش قلنا في هذه المناسبه؟ الفريق اللي داروه في خميستي يزيد في الرياضه الجمعويه، يزيد لحي الخميستي، وماذا بهم يكون المنافس، هذا سي ربيع يكون عندهم تما امسيكا، يكون هاد الناس يكونوا هاد الشبيبه، وماذا بيا تكون اليد في اليد، وما تكونش العنصريه بعضهم بعض وحقدوا هذوك، نورمالمون يخموا المكسب واحد للرياضه، ما كان لا سياسه لا حاجه، يقلعوا هاد الصوالح من هاد الفكريه تاع الاخرين، ولكن يخموا للمجتمع، ما يخموش للناس، وبن صبيح وبلومي، هاد الناس اللي كانوا مدوا الرياضه للغرب الجزائري، نتمناو هادو يهتموا بهم، سيرتو بن صبيح ما نساوه، ما يساوش باللي كان لاعب ممتاز في هذا الاخر، والسلام تاعي ليه حار الى بن صاولة التاج من بعيد ومن قريب، والبن صبيح، وثاني ما تنساوش السلام تاعي ثاني الحار لبن شيخ، علي بن شيخ، علي بن شيخ يبان لي انسان صريح، نتمنى له التوفيق العمل تاعه، ومصطفى ماجر وهذيك الجماعه ان شاء الله بارك الله.